كابتن عبد الحميد بسيوني حكايه حكايه يعني. بسيو الكره المصريه ده حكايه، سواء كلاعب كان مهاجم جامد جدا جدا يعني، من المهاجمين المميزين جدا في تاريخ الكره المصريه، بدماغه برجله بترقيصه بقوه بسرعه بمهاره يعني، كان ما شاء الله بيجيب يعني اهداف واجوال بكل حاجه، من اللعيبه كانوا الاقوياء والسرعه جدا جدا والحريفه جدا. صعب ان انت تلاقي في مهاجم كل الصفات دي، هداف منتخب مصر والمنتخب العسكري والزمالك والاسماعيلي وحرس الحدود والانديه كلها اللي لعبها اللي لعب فيها كابتن عبد الحميد بسيوني، ومدرب كبير ومدرب مميز. ويكفي ان هو السنه دي حقق اول بطوله في الموسم، مباراه السوبر امام الاهلي طبعا مع فريق طلائع الجيش، هو اخويا الكبير وانا يعني بحبه جدا كابتن عبد الحميد بسيوني، ومنورنا النهارده في الاستوديو، وانا سعيد جدا ان انت موجود معانا. والله يا كريم انا سعيد جدا جدا بوجودي معاك، انت عارف انت بالنسبه لي ايه يعني، يعني اخويا وحبيبي وعشه عمره ومتالق دايما ومتميز، وبتمنى لك دايما التوفيق والتالق. انا بشكرك حبيبي. وسعيد جدا بوجودي معاك، وبشكر فريق العمل على احنا جبنا بس يا دوبك يعني 10 اهداف من ال 300 جون اللي انت جايبه. والله انبسطت، دي حاجات بسيطه يعني. انبسطت قوي والله. ده ايه الجمال ده؟ انا يعني عارف انت الملعب بيوحشك كتير طبعا جدا طبعا. ولما تبقى كمان مدرب انت لعيبه اصلا، انت بتلعب مع اللعيبه في التقسيم، بلعب وبيشوفوا في التدريب بيشوفوا مني حاجات يعني غير طبيعيه، يعني هم نفسهم بيقولوا ايه ده كابتن اللي انت بتعمله وانت موجود دلوقتي. فالحمد لله والشكر لله. سعيد جدا 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 ان انا معاك النهارده. الله يخليك كابتن عبد الحميد، بتمنى لك دايما التالق والتميز. انت حاجه جميله جدا احنا بنحبها. الله يخليك كابتن، وبنتمنى لك دايما ان شاء الله مع حتى فريق البنك كمان السنه دي عاملين موسم متميز، وبنتمنى لك التالق الدائم. الله يخليك يا حبيبي كابتن بسيوني، واحنا مبسوطين جدا. وعايز بقى اخد منك كده الاهداف الحلوه اللي احنا شفناها دي، نتكلم شويه عليك بقى كابتن عبد الحميد بسيوني، وبعدين هنتكلم عن منتخب مصر والدوري وكاس العرب والحاجات دي كلها. بيتمثل لك ايه فتره تالق ولعب عبد الحميد بسيوني في الانديه والمنتخبات اللي انت لعبت فيها؟ يمكن الحمد لله والشكر لله، يمكن بفضل الله عليا ان انا واحد من الناس اللي اي مكان رحته فوق ان انت كنت هداف الفريق في الوقت اللي انت موجود فيه، فوق ان انت لازم تحصل بطوله مع اي فريق. الحمد لله والشكر لله، يمكن حتى وانا مع كفر الشيخ حتى فزت بالبطوله. انت بدات كفر الشيخ؟ بدات كفر الشيخ، جيت نادي الزمالك. فزت مع نادي الزمالك باربع بطولات، خدت هداف الدوري، اتنقلت النادي الاسماعيلي كنت هداف النادي الاسماعيلي، تاني هداف الدوري، وبرضه فزت مع الاسماعيلي باخر دوري 2001 2002 في موسم متميز جدا بدون هزيمه. وكنت هداف الفريق صالح. مع كابتن محسن صالح طبعا. رحت نادي حرس الحدود كنت برضه هداف الفريق، وحصلنا على بطوله الكاس وانا لاعب، وحصلت على بطولتين وانا مساعد مدرب. مع المنتخب الوطني مع المنتخب العسكري بفضل الله، خدت 2 وسام الرياضه من الطبقه الاولى، واخد ميداليه الجيش. ميداليه الجيش دي اعلى وسام في الجيش بيعطى لمدني. فالحمد لله والشكر لله، مسيره كبيره جدا، بحب الاهداف جدا طبعا طبع. يعني انا جيت الزمالك متاخر، كان عندي 26 سنه. يعني تخيل انت تالقك بعد 26 سنه. تخيل الفتره دي كلها قبليها كنت في كفر الشيخ، كنت كفر الشيخ بقى بال 30 جون و 35 جون وارقام كبيره بقى جدا. الدرجه الثانيه. انما لما اقول لك يا كابتن يكفي ان انا في 9 سنوات لعبي في الدوري الممتاز عندي 76 هدف في الدوري. 76 هدف ده رقم كبير في طبعا في فترة زمنية قصيرة. يعني انت مش انت عندك 20 سنة منها بادئ. سنتين ثلاثة ممكن تكون الإصابات خدتك منها يعني. مش كاملين. فبالتالي دايما على ان انت يكون لك بصمة. البصمة دي يا كابتن كريم اللي هي البطولة. البطولة طبعا مش هتقدر تاخد بطولة الدوري، خلينا نتكلم أهلي وزمالك، لان دي مقتصرة على أهلي وزمالك. الإمكانات كبيرة جدا طبعا. انما انت بتأمل ان انت تاخد كاس مصر، ان انت تاخد كاس السوبر. فبالتالي البطوله اللي انت توفرت لديك يعني، يمكن في السنتين اللي توليت فيهم قياده طلائع الجيش، سنه النادي طلع وصل للنهائي وخسروا ضد الاهلي بضربات الجزاء مع كابتن طارق. كنت انا وصلت للدور قبل كده. التوفيق دايما كده في التجربه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنتخطى بقى التاريخ الكبير ده كله. انا طبعا كلنا عارفين تاريخ كابتن بسيوني، بس قلنا نذكر كده المشاهدين بفتره لعبك حبيبي. واهدافك الجميله، وايضا سجلك التدريبي الرائع كمان. الفتره اللي ما بتشيلش فيها هم غير هم نفسك، اللعيب اللعيب مدرب اصعب طبعا. انت مسؤول عن ان انت ازاي تطور من مستواك، وان انت كل مباراه تتميز لوحدك كلاعب. كلاعب مدرب بقى، مدرب انت مسؤول عن 30 لعيب ونادي وجهاز فني وكل حاجه، منظومه كبيره صح. طب
وانت اهو انت ما انت مسؤول عن النادي طبعا. ربنا يكرمك دايما كده كابتن بسيوني، والخطوه اللي جايه تكون قويه ان شاء الله وتليق بالكابتن عبد الحميد بسيوني. طيب قبل ما نخش في خطوه قريبه ولا لسه؟ والله ليه دوري متوقع دوري هيرجع بكره دوري هيرجع خلاص. طيب خلينا اكلمك بقى شويه ان اليومين دول كل الكلام على كاس العرب وبطوله امم افريقيا المقبله لمنتخب مصر. عايز اعرف رايك في بطوله كاس العرب، رايك في كيروش الجهاز الفني، رايك في اداء المنتخب في البطوله، اللعيبه اللي تم ضمها، القايمه اللي تم اختيارها النهارده 40 لعيب كقائمه مبدئيه، يعني عايز اعرف رايك في الحاجات دي كلها. يمكن عايز اقول ان كاس العرب انا بشكر طبعا المنظمين جدا على هذه البطوله الرائعه من جميع الجوانب. بطوله كابتن كريم انا كنت كاني بتفرج على كاس عالم. تمام. المدارس المختلفه العربيه المختلفه اللي موجوده فيها، الملاعب، التنظيم، الاداء الفني اللي كان موجود بين الفرق وبعضها، فكانت حاجه حلوه جدا. انا ما كنتش عايزها تخلص للامان. شكل الملعب والجماهير في الملاعب كاس عالم وحشتنا بالظبط. كمان الجماهير وحشتنا، انا نفسي اشوف في ملاعبنا الجماهير ترجع تاني ان شاء الله، لان جماهيرنا دايما يعني انت شوف الماتشات اللي فيها مصر يعني كانت الملاعب ممتلئه بجماهيرنا العظيمه اللي موجوده ورا منتخبنا في كل المكان يعني. فبالتالي بطوله قويه جدا متميزه جدا. يمكن المنحنى البياني بتاعنا بدا يعني من درجه اقل من المتوسطه، والكيرف بدا يطلع في المباريات. يعني بدانا مع لبنان بدايه ما كانتش الناس متخيلاها، ادينا فيها اداء يمكن متوسط واقل من المتوسط. جينا مباراه السودان عملنا، بس السودان ما بتقص عليه لان السودان اقل فرق البطوله، مستواه في الفتره دي مش كويس، اقل فرق البطوله. يكفي ان هو لم يسجل ولا هدف، دخل في مرماه 10 اهداف. الاستحواذ بتاعه اقل فرقه في الاستحواذ، حتى هو في الـ في الـ في الـ اضعف خط دفاع في كل حاجه. فبالتالي ما بقيس عليها، انما كان عندنا مكاسب منها رغم خسارتنا البطوله. ويمكن مش هكون متشائم قوي زي الناس اللي هي تشائمت كتير جدا، هقول ان احنا خسرنا بهدف عكسي في مباراه تونس، خسرنا بضربات الجزاء في مباراه قطر، تألق عدد كتير من اللعيبه ما كانتش موجوده في الحسابات. يمكن القايمه اصلا اللي راحت، الراجل بصراحه فاجئنا كلنا، الراجل يعني خلق روح التنافس يا كابتن كريم ما بين لعيبه الدوري، اداهم امل ان اي حد يجيد هيبقى موجود في المنتخب، ودي كانت حلوه ومهمه جدا. الحاجه الثانيه ان شفنا عناصر متميزه ظهرت بمستوى فني كبير جدا، اي نعم ما شفناهاش على مستوى ثابت زي احمد رفعت كان يجيد في الوقت اللي يبقى موجود فيه وبعض المباريات ما بنلاقيهوش. حسين فيصل يتالق في مباريات وبعدين في مباراه ثانيه ما تلاقيهوش. الـ 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 الاصرار ان انا انت في موضوع حسين فيصل شايف ان كيروش ضغط عليه زياده عن اللزوم. ما انا بقول لسه لعيب جديد واول مره بيلعب. شوف يعني ما كانش عنده السنس في ان هو يحافظ عليه. في حاجتين هما ما كانوش واخدينهم. اولا عنصر الخبره كان ضعيف جدا عندهم، لان انت بتتكلم على لعيبه بتخطو اول خطواتها الدوليه. صح. رقم اتنين هم ما تحملوش الضغط الجماهيري، لان احنا بنلعب هنا بقالنا اكتر من 7، 8، أو 10 سنين بنلعب بدون جمهور. كانها عباره عن تقسيمات، فبالتالي لما راح تحت الضغط الجماهيري ده في لعيبه يمكن كان ادائها الفني ممكن يتاثر بعض الشيء من الضغط. فحاجتين عاملين مهمين جدا جدا ياثروا على بعض اللعيبه اللي خبراتها ما بتبقاش بالكف. وظهر مجموعه متميزه، انا بتكلم على لعيبه، مصطفى فتحي ظهر بمستوى فني متميز. اتكلمنا عن السليه وصل عمل بطوله ولا اروع. مهند داشين، اتكلمنا على عمر كمال عبد الواحد، مجموعه اسماء، فتوح، احمد فتوح، لا انا هايل فتوح بالظبط. احنا بنتكلم على اسماء جديد. انا بقول انا بدوس مع حضرتك على الاسماء الجديده اللي كان اول خطواتها الدوليه مع مستر كروش. وهو شاف ان بطوله عربيه مهمه هي مش في الاجنده الدوليه، بس جات له هديه من السماء ان هو يقف على مستوى اللعيبه ويشوف مين اللي يقدر يكمل معاه في تصفيات كاس العالم او في بطوله الامم الافريقيه. فكان مهم جدا ان هو يختبر مجموعه متميزه من اللعيبه ظهرت في الدوري بشكل مميز. أيوة. وبدا هو يحط اللعيبه في اكتر من مكان. يعني في ناس بتسال هو ليه ما بيلعبش اللعيبه في اماكنها. هقول لحضرتك الرد اللي ممكن يكون فني في الحته دي اللي ايه يا كابتن كريم، انا رايح بطوله بقايمه انت كانت المفروض 23، حضرتك النهارده بتقول 5 28 28 هو حط 40
ال 40 دول هيتصفوا ل 28 تمام عشان الكورونا يعني تمام. واللي هيروح يا كابتن كريم بتبقى انت محتاج في بعض الاماكن لعيبه جوكر. ايوه بحيث ان انت ممكن يتصاب الاثنين الاساسيين يلعب في البطوله، اللعيب يلعب في كذا مكان بالظبط. فانت بتروح بقائمه 28 وكانها 35 لعيب. ليه؟ لان انا عندي 3 4 لعيبه عناصر مميزه تقدر تستغلها في اي مكان من اماكن اللي بتظهر فيها النقص عندي. كنا بنشوف الكلام ده في احمد فتحي لما كان يلعب شويه في نص الملعب، لما كان بيلعب في الباك رايت، لما كان بيلعب في الهاف رايت، فكان عندي بيديني مرون. دلوقتي بنشوف اكرم توفيق، بنشوف عمر كمال عبد الواحد، صح، فبنشوف لعيبه، وخاصه ان كمان ما راحش معاهم اللعيبه بتاعه بيراميدز لارتباطاتهم الفنيه مع الكونفدراليه مع الانديه بتاعتهم. فبالتالي كمان ان ادت فرصه للمجموعه دي. فانا شايف ان احنا مكاسبنا من البطوله بتتعدد، ان انت وسعت قاعدة اللعيبة الدولية اللي موجودة عندك بعد ما كانت العدد بتاعها بقى بنتكلم في 20-25 لعيب، لا عندي 40-50 لعيب على مستوى عالي جدا. اداني حرية اكبر في الاختيار القائمة النهائية لبطولة افريقيا. اصبح عندي العناصر اللي انا بقيت عارف انها امتى تلعب تحت الضغط الجماهير والضغط العصبي، مين اللي يستاهل يبقى معايا خلال المرحله اللي جايه. فاحنا هنقول ان دي من ضمن المكاسب. انما الاخطاء اللي كل الناس بتتكلم عنها، الاخطاء الفنيه بقى في اداره الماتشات، اللي هي انت بيبقى عندي بعض المباريات انا ببقى عايز لعيبه عندها حلول. يعني مثلا في مباراه تونس انا عندي احمد رفعت نزل في خلال ربع ساعه او 30 دقيقه عمل لي هدف وعمل لي هدف وجاب هدف. بتكلم عن الاردن، بتكلم عن مباراه الاردن، الاردن مش تونس. ما شفتوش في ماتش تونس. حسين فيصل كان من احسن اللعيبه اللي موجوده في خلال المباراتين اللي هو بدا بيهم، لبنان والسودان بالظبط. جينا بعدها ما شفناش، شفنا اللعيب مروان مثلا، مروان حمدي اديت له فرصه كبيره جدا جدا، وقت كبير جدا في الـ في الـ في مركز رقم 9. فبالتالي كان الوقت اللي بيلعب فيه محمد شريف الوقت القليل ده كنا بنشوف فيه خطوره وفيه. فالامور دي يمكن هي الاخطاء البسيطه. الباكين بتوعنا لما كان دايما طايرين طول الوقت كنا عندنا، بيبقى عندنا لما بيتلعب وراهم من اللجنات بتبقى عندنا اماكن فنيه بتفضى وتسبب علينا خطوره جدا. فطبعا الامور دي يمكن انا واثق ان هو اكيد اكيد هيتداركها في اللي جاي، لان انا المفروض بعمل بطوله زي دي بطلع منها بالمميزات اللي انا والاجابات اللي انا كسبتها، وفي نفس الوقت بشوف الاخطاء الكبيره اللي انا وقعت فيها ايه واقدر. يمكن المباراه الاخيره لعب بالطريقه اللي هي 4-3-3 قطر، وحط اللعيبه في اماكنها. يمكن شفنا كان في زياده عن اللزوم شويه في نص الملعب، مهند لاشين وحمدي فتحي وعمر السوليه، يعني حتى كان كلهم عندهم الاسلوب الدفاعي اكتر. تمام. هو بيجي لو قلنا هيحط حتى وسطيهم قفشه يشتغل شويه لقدامه، يبقى وصلت حلقه وصل ما بين النص الملعب والهجوم. هو طبعا بيبقى عندي سيناريوهات عديده اثناء اللقاء الواحد، فالمفروض انا بلعب لو انا عايز احافظ على وسط الملعب لاطول وقت ممكن لازم يجي لي وقت اغامر فيه عشان احقق المكسب. ما انا مش هفضل طول الوقت بدافع مضغوط، مش هقدر طول الوقت حاطط اللعيبه بتاعتي تحت الضغط. فبالتالي لما احط خيارات هجوميه وعناصر هجوميه لما تخف الضغط عندي، لما انا ابقى موجود في ملعب في نص ملعب قطر فبخف الضغط عن خط الدفاع عندي واخليهم حتى على الاقل ياخدوا نفسهم بعض الشيء. فبالتالي التغييرات ما سعفتوش لان هو ما استغلش الدكه بالشكل الامثل في المباراه. بالزبط. يمكن انا عايز اقول ان انا برضو هقول ان احنا كسبنا لعيبه اديناها خبرات دوليه، لعبت تحت ضغط جماهيري، اصبح عندي قاعده برضو اوسع، وان شاء الله يتدارك، لان طبعا في بطوله زي دي مقبول الخطا. طيب انما في تصفيات كاس العالم وامم افريقيا مش مقبول الخطا. طب انت راجل مدرب مميز جدا ومدرب كبير ولعيب كبير، فيعني بقالك كام 40 سنه في الملاعب، من يعني مش عايز اكبرك يعني، لكن الناس بدات تبقى قلقان. انت عارف ان المصريين بيفهموا كوره، هو قلقان لان المركز. هقول لك، هل الحاجات اللي حصلت، الاخطاء اللي حضرتك بتتكلم فيها من كيروش في البطوله دي، اخطاء محتاج وقت عشان يحفظ اللعيبه اكتر ويتعرف على امكانياتهم اكتر، ولا لا؟ ما انا بقول لك يعني السؤال الناس جوايا حتى وجوه الناس، ولا هي دي قدرات كيروش كمدرب؟ والله الناس قلقانه. والله يمكن كروش اسم كبير في عالم التدريب يا كابتن كريم، انما عايز اقول ان ما عادش وقت للتجربه خلاص، وما عادش وقت، لان انا داخل بطوله امم
مش مطلوب مني التمثيل المشرف، انا راجل عايز افوز ببطوله الامم اللي غابت عني بقالها فتره كبيره. أيوة. يعني كانت مع الكابتن حسن شحاته كده كانت زي الميه، احنا رايحين ناخد البطوله ونرجع. يمكن حققنا تاريخ مع الكابتن حسن في ثلاث بطولات متتاليه، يعني تاريخ كبير. وللامانه مش ان انت بتاخد البطوله بس، ده اداء ونتائج. فانت مطلوب منك ان احنا اخر بطوله مثلا وصلنا للنهائي وخسرنا، لا البطوله دي انا محتاج اكسب، محتاج احط مصر تاني. لا هو اخر للريال. بطوله اللي هي كانت في الجابون وصلنا نهائي، البطوله اللي هنا طلعنا من جنوب افريقيا كان دور الثمانيه اعتقد. تمام. المهم مع جيري صح؟ بالزبط. اللي هي 2019. انا محتاج يا كابتن كريم افوز بالبطوله اللي انا المفروض ليا الرياده وليا ان انا داخل مصر لما يبقى موجود في بطوله لازم يكون مصر مرشح رقم واحد للقب. فبالتالي البطوله غابت عني بقى فتره، ما ينفعش ان انا ما اخدش البطوله، يبقى انا مطلوب مني. انت خلعت من السؤال بتاعي، انا هرجع له. دي قدرات كيروش كده ولا هو محتاج وقت اكتر عشان يتعرف على اللعيبه وامكانياته؟ لا مش محتاج وقت للتعرف. المعسكر ده 25 يوم، ده اطول معسكر لمنتخب مصر من سنين لمدرب مع المنتخب. انت خلاص عرفت امكانيات اللعيبه، انت دلوقتي عارف امكانيات اللعيبه اللي بره محترفين، وعارف امكانيات اللعيبه المحليه اللي هو اختارهم، بان انت عملت معسكر قبل مباراتين في تصفيات كاس العالم، وعملت البطوله دي زي ما حضرتك قلت خدت وقت كبير جدا، ومعاك اللعيبه اللي انت اخترتها، فبقيت عارف امكانيات كريم ايه، وعارف هو بيجيد في المكان انه، فبالتالي وبيلعب جنب مين. فبالتالي انت ما عادش عندك دلوقتي اي فرصه للخطأ، ان انت تقول انا لسه بتعرف. لا ما عادش. انت دلوقتي خلاص المفروض عرفت لعيبه مصر كلها. انت حضرت كل مباريات الدوري الفتره اللي فاتت، وجمعت اللعيبه اللي انت شفت من وجهه نظرك انها مميزه، واديتهم الخبرات الدوليه، واديتهم اللعب تحت الضغط الجماهير وتحت الضغط الاعلامي الكبير جدا، واتقبل منك ان احنا ناخد ببطوله احنا المفروض نكون البطل، خدنا الرابع. فبالتالي خلاص احنا مقبوله دي لانها بطوله وديه، فبالتالي مش هيبقى مقبول لان انا عندي كاس عالم وعندي افريقيا. ما ينفعش في خطا لا في المباراتين الفاصلتين. طب انت متفائل؟ والله انا متفائل. ليه؟ ليه متفائل؟ لان اللعيبه بتديني تفاؤل. اللعيبه عندها امكانيات، احنا عندنا امكانيات يا كابتن كريم، عندنا المهاره وعندنا السرعه وعندنا التنوع، والاول مره من فتره كبيره بعد عماد متعب بقى عندنا مهاجمين متميزين. أيوة. عندنا مصطفى محمد، عندنا احمد ياسر ريان، عندنا محمد شريف، ويخش معاهم مروان، وعندنا فاذا المكان اللي كنا بنعاني منه موجود. اصبح عندنا موجود، عندنا في كل المراكز لعيبه كويسه، كل المراكز لعيبه كويسه. فاللي مخليني دايما متفائل ان انت عندك القماشه تسمح ان طيب. انت تحقق امكانيات. مستوى منتخب مصر الحالي في وضعنا الحالي نقدر ننافس، عشان ما نبقى نضحكش على الناس. الحالي لا، نقدر ننافس على بطوله امم افريقيا القادمه الحالي باللعيبه اللي موجود طبعا. لا لازم يرجع لنا بالمحترفين واللعيبه. بالمحترفين. طبعا نقدر ننافس على البطوله طبعا يا كابتن. طبعا منتخب فيه احسن لعيبه بتلعب في العالم. ما ده مش شرط، المهم يكون الشكل الجماعي والاداء الجماعي للمنتخب. ممكن يكون عندي لعيبه جامده جدا بس الاداء الجماعي. كابتن شغلتك. انا مش ماسك الجيش قبل مني مدربين كبار جدا وكتار جدا يا كابتن. هو ليه الجيش بقى متميز وبقى بيأدي؟ سيبنا من كمان من النتائج، ان الاداء بتاع الجيش الناس بقت بتحب تتفرج عنه. ما هي نفس اللعيبه، فانت كمدرب لازم تديني الاطمئنان الكافي. ده انت عندك القماشه دي، شغلتك كمدرب. امال انا بسالك بقى، انا جايبك هيقدر ليه؟ يعمل كده يعني يقدر. اتمنى. تتمنى. طب طيب هنطلع فاصل. انت خوفت الناس كده بس. ليه انا بقول اتمنى وانا قلت حاجه غلط يا جماعه؟ هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع الكابتن عبد الحميد بسيوط. نرجع تاني مع باسيو الكرة المصرية. كابتن عبد الحميد بسيوني يعني منورنا النهاردة في كرة كل يوم، وكنا بنتكلم طبعا عن منتخب مصر. طيب لما شفت القايمة النهاردة كابتن باسيو، 40 اسم القايمة المبدئية اللي اختارها مستر كروش، كنت شايف ان في حد بره القايمة كان ممكن يكون موجود؟ طبعا. مين؟ ما ينفعش يبقى موجود عندي 40 لاعب تمام ما يكونش فيهم طارق حامد. طارق حامد. طبعا. طبعا.
طارق حامد ده لعيب هو استبعاده لعيب لسبب غير فني. يا كابتن انا منتخب مصر اهم، لو انا غلطان كلاعب هاتني هاتني واقعد معايا وعرفني غلطي وقول لي ده صح وده ما يصحش وعاقبني ماديا، عاقبني حاجات كتيره جدا، عندك 100 عقوبه لكن طارق لازم يكون موجود. ما ينفعش 40 اسم ما فهمش طارق لعيب. ما ينفعش 40 واحد ما فهمش طارق حامد خالص يعني. لو طارق حامد موجود يلعب اساسي طبعا في البطوله دي. طبعا كان لاعب يلعب اساسي. طبعا يمكن انا بقول لك اللي كانوا موجودين متميزين جدا، بس يمكن طارق يمكن عمرو سوليه عمل بطوله عالميه من احسن اللعيبه اللي موجوده في البطوله، هو وحمدي فتحي وكمان مهند لاشين الوقت اللي كان بيلعبه كان متميز. انت مهند ابنك يعني بالظبط، مهند من احسن اللعيبه في المكان ده. انما طارق حامد حاجه تانية خالص. يمكن طارق اكتر واحد فيكي يا مصر عنده قوه الاستخلاص، يعني افساد الهجمات ده مهم. وهو طالب الهجمات ده منافس طبعا. ما هو دي من اهم مميزات رقم 6 صح، افساد الهجمات للفريق المنافس. فطارق من اللعيبه المميزه. مين تاني غير طارق حامد؟ واستغربت من حسين فيصل. حسين فيصل من ال 40 يعني هو ممكن ما ياخدوش بطوله امم وممكن ما ياخدوش معاه، انما ال 40 انت واخده معاك في البطوله من ضمن 25 لعيب. فبالتالي على الاقل من ضمن ال 40 لازم يكون يبقى موجود. انما طبعا القائمه بتضم مجموعه هي الافضل في مصر حاليا. يعني لما تيجي تختار نفسي مش هتعرف يوسف اوباما يروح المنتخب. مش عارف نفسي الناس مش بس اللي هيلعب برقم 10 لازم يوسف يكون موجود. لانه افضل من يشغل رقم 10 يوسف اوباما. يوسف اوباما يوسف اوباما تحركه غير طبيعي في رقم 10. يعني في الكره لما تطلع على طرف من اطراف الملعب بتلاقي يوسف اوباما بقى المهاجم السحر اللي جه من خلف المدافعين ومش شايفينه. فعشان كده تلاقيه احرز اهداف كتيره جدا من المكان ده. فتحركاته دايما كويسه، لعيب ما تحسش بيه الا لما تلاقي على طول هدف، تلاقي هجمه خطيره، تلاقي. فيوسف من يعني اي واحد بيلعب بطريقه 4-2-3-1 وعنده رقم 10 لازم اوباما، لازم اوباما يبقى موجود. يبقى موجود. كابتن عبد الحميد بسيوني، يعني سمعنا اسمك كتير الفتره اللي فاتت، الزمالك هيجيب عبد الحميد بسيوني يبقى مدرب عام مع كارتيرون، ايه صحه الكلام لا ده؟ لا هو ما تعرضش عليا اصلا الموضوع، ما تعرضش ولا حد كلمني اصلا في الموضوع. بس سمعنا يعني قريناها كتير. انا قريت زيك كتير. والله وانا حتى قلتها مره هنا، جاني خبر كابتن عبد الحميد بسيوني مرشح بقوه لمنصب مدرب. لا ما حدش كلمني في الموضوع خالص. خالص. لكن لو كان حد اتكلم. لا هو ما حدش اصلا، طالما ما حدش اتكلم ما اقدرش افرض بقى. ما اقدرش اتكلم. فالموضوع ده الموضوع اصلا ما تعرضش اصلا خالص على كابتن عبد الحميد بسيوني. هناك. طيب رايك ايه في الزمالك الفتره الاخيره؟ وطبعا احنا بقى لنا فتره ما شفناش الزمالك، ان الدوري متوقف، لكن الدوري خلاص راجع. دوري بكره ما انا هاخد رايك وتوقعاتك لماتشات بكره. متوقع للزمالك ايه الموسم الحالي في الفترة القادمة؟ اتمنى له التوفيق دايما، انت عارف ان احنا بنحب نادي الزمالك جدا جدا وبنتمنى له دايما التوفيق. عايز اقول ان طبعا خسارة 5 نقاط في عدد المباريات القليل ده كتير جدا جدا. ما ينفعش الفرقة اللي هي بتدور على البطولة انها تفقد الكم من النقط ده في الوقت القليل ده. فبالتالي اتمنى ان هو يحافظ على المنافسة لآخر مدى ودافع على لقبه خلال الفترة اللي جاية، وان هو يحاول انه ما يفقدش اي نقاط في المرحلة اللي جاية. رأيك ايه في ضم كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن امير عزمي مجاهد في الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون؟ طبعا دول لعيبة من ولاد النادي المخلصين جدا جدا ومتميزين جدا، وهم اضافة كبيرة جدا لجهاز نادي الزمالك، سواء كان الكابتن مدحت او ان كان الكابتن امير. ناس من الناس المخلصة والمحبة لنادي الزمالك، وكمان الناس المتميزة في العمل والمخلصة في العمل. فلهم كل التوفيق ان شاء الله مع نادي الزمالك. الاهلي عنده مباراة مع الرجاء المغربي في السوبر يوم الاربعاء اللي جاي، السوبر الافريقي. انت بتحب كلمة السوبر دي؟ بحبها جدا. انا قلت للعيبة عندي بقول السوبر بتبقى حلوة. قلت لهم ان شاء الله لو خدنا السوبر هجيب عربية جديدة واكتب احط اجيب الرقم سوبر 1 عشان تبقى البطولة الأولى بتاعتي. شايف الأهلي ازاي أمام الرجاء يوم الأربعاء؟ إن شاء الله الأهلي هيكسب. الأهلي فرقة كبيرة جدا، عنده عناصر كتيرة جدا متميزة في كل الخطوط، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يرجع من قطر إن شاء الله وهو حامل البطولة بإذن الله. طيب كابتن عبد الحميد بسيوني بقى، عايز اخد توقعاتك لماتشات بكره. انت بتتابع طبعا ماتشات الدوري كلها، الدوري كان متوقف شويه الفتره اللي فاتت بسبب كاس العرب، فهنبدا نسخن تاني بكره، هنبدا الاسبوع السابع بكره
في ماتش فاركو والمصري، توقعاتك ايه؟ يمكن انا قبل ما اخش لك على التوقعات هقول كلمه سريعه. بتمنى من رابطه الانديه اللي بصراحه عامله شغل السنه دي، وبنشوف برضو نقل المباريات على اعلى مستوى. اتمنى بقى ان احنا نشوف الجماهير بقى تزود بقى عدد الجماهير، وما تقلقش احنا الحمد لله في امن بلد في العالم، الحمد لله والشكر لله معانا رئيس جمهوريه ومعانا حكومه ومعانا ناس من افضل ما يمكن، حتى حاله الطوارئ اللي اتلغت الحمد لله، والدنيا دلوقتي في امان. فاتمنى زياده عدد الجماهير ان شاء الله. ما ده هيحصل مع الماتشات وكده ان شاء الله. الدوري السنه دي صعب، كل الفرق قويه وكل الفرق بتقاتل، ويمكن الفرق كلها قريبه من بعضها، والماتشات صعبه. بيفرق بقى اللي هيفوز، التفاصيل البسيطه للفرق اللي هي هتتمكن من الفوز هي اللي هتهتم بالتفاصيل البسيطه اللي هي هتحقق لها المكسب. طيب قول لي بقى، فاركو والمصري توقعاتك ايه؟ فاركو والمصري ماتش صعب. استاد برج العرب. ماتش صعب. قول لي يعني تتوقع مين، مش لما تقوليش 1-0 2، قول لي مين يتفوق او تعادل. تعادل. فاركو والمصري. الغزل المحله والبنك الاهلي في المحله. الفريقين عاملين شغل كويس قوي يعني، سواء الكابتن خالد جلال او الكابتن محمد عوده، عاملين يعني الاثنين عاملين فريقين جامدين، ونتائجهم كمان السنه دي كويسه جدا. هقول تعادل يا كابتن. تعادل برضه. انت ايه مش عايز ازعل حد؟ مش عايز ازعل حد مني. لا قول لي. لا انا مش عايز ليه، لان انا بحب ما حدش هيزعل. ده توقعك انت. الاتحاد السكندري والسيراميكا. الاتحاد وسيراميكا برضو ماتش صعب، الفرقتين كله صعب. اسكندريه. يعني الفرقتين صعبين، بس ممكن الاتحاد يفوز. الاتحاد في اسكندريه. الجونه وامبي في الجونه. الجونه وامبي ماتش صعب. يمكن الامبي الماتش الاخير كان محقق نتائج كويسه، بس بعد الفتره دي مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انما برضو هيطلع تعادل. المقصه وايسترن كومبي. المقصه يفوز. مين اخر سؤال، مين احسن مهاجم عبد الحميد بسيوني بيحبه دلوقتي؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. شايفه ان هو افضل مهاجم. محمد ومحمد شريف. ومحمد شريف. الاثنين مميزين. الاثنين بيكملوا بعض على فكره. الاثنين كويسين قوي. كل واحد ليه مواصفات مميزه جدا. وكمان لو احتاجناهم مع بعض الاثنين في الملعب يسببوا لك خطوره كبيره جدا. لو انت عايز يعني تحقق نتيجه قويه وتشتغل على الكره العرضيه، الاثنين مميزين جدا. عايز توجه رساله لحد قبل ما نختم؟ انا بتمنى للرياضه المصريه في الموسم الجديد التوفيق. اتمنى نفوز ببطوله الامم، اتمنى نصعد لكاس العالم، يا رب ان شاء الله. اتمنى نشوف دوري منتظم وبطوله قويه جدا. وبتمنى لك على المستوى الشخصي يا كابتن كريم انك تنجح في كل خطواتك حبيب. سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاعلامي. الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الحميد بسيوني، ويعني دايما نبقى سعداء بيك، ونتمنى لك كل التوفيق احنا كمان ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وتكون خطوتك التدريبيه اللي جايه قويه جدا ومميزه جدا. ان شاء الله. بشكرك كابتن عبد الحميد بسيوني، بشكر كل طاقم العمل، نتقابل بكره على خير ان شاء الله.